السيشن اللي جايه يمكن هو شخصيه طبعا غنيه عن التعريف، كل سنه بيجي بقنابل واسلحه جديده. هو طبعا زي ما انتم عارفينه باشمهندس مصطفى سعد، سايبر سيكيورتي ريسيرشر، ممكن نسميه يعني الساموراي سايبر سيكيورتي سبيشالست او بروفيشنال. يعني الراجل كل مره بيجي لنا بمفاجات جديده وبيجي لنا بحاجات فيري انترستنج، فانا مش هطول عليكم، انا هسيبكم مع مصطفى. السلام عليكم. سعيد جدا ان انا موجود للسنه الثانيه على التوالي في كايرو سكيورتي، ويمكن كانت اول مره ليا كانت السنه اللي فاتت، وسعيد اكتر ان السنه اللي فاتت المحاضره بتاعتي خدت احسن محاضره في الكامب، وده يمكن بيحط عليا لود زياده السنه دي ان انا احاول بقدر الامكان ان انا احافظ على نفس المستوى، وان شاء الله اقدم ماده كده تعجب حضراتكم ونستفيد منها كلنا. طيب انا مصطفى سعد، كمبيوتر انجينير من 2003، اي هاف ا ماستر ديجري من 2013 كانت في السمارت فونز هاكينج، سبيكر في بلاك هات 2016. على الناحيه العمليه دي الناحيه الاكاديميه، على الناحيه العمليه سوفت وير ديفلوبر من 2003، اشتغلت على حاجات كتير قوي، ديسك توب ابلكيشنز، سي وسي بلس بلس، سي شارب، جافا. بعد كده عملت شيفت صغير كده في 2010، اشتغلت على الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت، واشتغلت على معظم الاوبريتنج سيستمز، اشتغلت على بلاك بيري واي او اس واندرويد، وكان قبليهم طبعا الجافا مايكرو اديشن. دلوقتي التايتل موبايل ابلكيشن ديفلوبمنت مانجر. الهوبيز بقى بتاعتي، انا بحب التريننج جدا، بحب ان انا ادرس للناس، عندي تالنت كويسه، ليا كورسز على مواقع مختلفه، يوديمي طبعا غني عن التعريف للاونلاين تريننج، ليا حوالي 4 أو 5 كورسات على يوديمي، نفس الكلام على تيتشبل، وفي موقع عربي ظريف برضو اسمه نادروس، ناس عاملين فيه افورت كويس قوي، برضو ليا كورسز على nadros.com. طيب ايه الموضوع النهارده؟ الموضوع النهارده سباي اون ذا سباي. طيب قبل ما اتكلم على الموضوع نفسه، عايز بس اركز مع حضراتكم في الصوره دي عشان نفهم انا فين والفيكتيمز فين والاتاكرز فين. الصوره دي اللي عاملها لي حد صديق على الفيسبوك، برضو لازم ان انا اقول اسمه، واسمه منور محمد، هو عجبته الفكره وهو اللي عمل الديزاين دي الصوره دي. طيب الناس اللي تحت دول الفيكتيمز، دول الناس معاها موبايلز زي ما انتم شايفين كده، وناس مش دريانه بحاجه، مش حاسه ان في مشكله عندها، وبتتعامل بالتليفون طبعا زي اي حد بيهندل بيه حياته اليوميه والبيزنس بتاعه وكل حاجه. دول لو خدنا الصوره من تحت لفوق، يعني دول الفيكتيمز بتوعنا. ده الفندور او السيلر، ده اللي بيبيع السباي وير، دي الشركات اللي بتبيع السباي وير على السمارت فونز او على الموبايلز. طيب ده مش بس الشركات، لا، في كمان الاتاكرز اللي بيشتروا من الشركات دول. في حد يخش على الشركه دي يبدا يشتري السباي وير ده، ينزله على تليفون الفيكتيم بتاعه، ثم يعيش معاه 24/7، عارف عنه كل حاجه، بيسمع بقى المكالمات، وزي ما هنتكلم بالتفصيل كمان شويه. طيب يبقى خلاص دول الفيكتيمز، السيلرز والاتاكرز. ده مين بقى؟ ده انا اللي فوق، انا اللي شايف كل الناس دي، انا اللي شايف الفندرز، السيلرز، الاتاكرز، الفيكتيمز. شايفهم بأني اسلوب، موضوع شويه شائك النهارده، وخلينا نبدا كده بوايز دم ظريفه قوي. طبعا كلنا عارفين الحكمه الظريفه دي، انا واقف في الجنب ده وشايف ان الرقم ده 6، وفي ناس معايا في نفس الجنب، في ناس في الجنب التاني شايفه ان الرقم ده رقم 9. ايه الموضوع؟ في ناس بتقول يا مصطفى انت بتكمبرومايز سيرفرز، انت يا مصطفى بتكسبوز داتا. لا انا مش كده، انا بقى من وجهه نظر رقم 6 يا جماعه انا مش كده، انا بعمل سباي وير اناليسز، انا شايف ان في سباي وير وانا بعمل له اناليسز، وشايف ان في كارثه كبيره جدا بحاول احذر منها الناس. يجي الناس برضو من وجهه نظر رقم 9، طب انت مصطفى كده بتاخد بيانات الناس وتدخل نفسك في مشكله وخلاص يعني كبر دماغك. طب ما انا وانت شغال في الموضوع ده من وجهه نظر البلاك هات انت بتاخد البيانات دي طب انا مش شغال بالمنظر ده خالص، لان انا لو شغال بالمنظر ده ما كنتش جيت النهارده عشان اتكلم في الموضوع، ما
كنتش هاجي اقول لحضرتك هي ايه المشكله. لو انا شغال بمبدا البلاك هات كنت خدت الماسيف ديتا اللي معايا وطلعت بيها على الدارك ويب والبيتكوين ب 17000 النهارده، فكان زماني عديت يعني. طيب الاجنده بتاعتنا ايه بقى النهارده؟ برضو رقم 6 و 9 ده نشوف في المحاضره وليك القرار في الاخر، يعني هوريك ايه اللي حصل، الناس ايه المشاكل اللي عندها، مصر فين، مهمه جدا النقطه دي هتكلم عليها بالتفصيل. ثم حضرتك خد القرار بقى، هو مصطفى شغال من وجهه نظر رقم 6 ولا شايف الرقم 9. عندنا introduction what happened to commercial spyware sellers in 2017. خلال السنه اللي فاتت انا جيت المحاضره السنه اللي فاتت واديت تنويه كده على الموضوع اللي هو سباي اون سباي. من اخر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي ايه اللي حصل للسيلرز دول، ايه اللي حصل لهم في الماركت از ماركت شير، ايه الليكج اللي حصل، في حد هجم على السيرفرز دي وخد منها بيانات، في حد اتكلم عن الموضوع ده اصلا ولا لا، ده هنشوفه. هناخد بقى الكوميرشال سباي نحطهم تحت الميكروسكوب كده ونبدا نشتغل عليهم من وجهه نظر الصوره اللي انا كنت حاططها. ديتكت ذا اندتكتبل، هنا هنعرض براكتيكال ديمو للاس او اس اكسبلويت ديمو. This is my own exploit او my own developed exploit، انا مسميه اس او اس. الناس اللي من وجهه نظر رقم 9 هتقول ان هو سباي اون سباي، لكن وجه رقم 6 سيف اور سولز. اوكي هنشوف الاكسبلويت ده، هنشوف براكتيكال ديمو. السنه دي بقى قلت انا مش هعمل ديمو لوحدي، احنا هنعمل ديمو كلنا، يعني حضراتكم هتشتركوا معايا ان شاء الله في الديمو ده. هن انماسك وان اوف ذم، هناخد واحد منهم كده ونعمل ناس تجهز بقى الموبايل بتاعك والانترنت وهنشتغل براكتيكال. حضرتك هتعمل ريجستريشن، هفرجك بقى انت فين، يعني انت هتريجستر وانا هفرجك الاكونتس بتاعتك. طبعا بقى الكارثه الاخيره، ذا ايجيبشن ميديا از ماركتنج ذو سيلرز باي ميستيك، ده اللي حرك مصر من الترتيب رقم 18 السنه اللي فاتت ككونسيومرز للكلام ده للسباي ويرز دي الى المركز السابع السنه دي. الميديا عندنا عملت ماركتنج محترم جدا بالغلط بالخطا، هم الناس مش قصدها، بس هنتكلم برضو في النقطه دي ايه اللي حصل وازاي مصر اتحركت من المركز ال 18 للمركز السابع. ثم conclusion and future work. برضو future work هقول، يعني بحب في الاخر اقول السنه الجايه هعمل ايه، فده برضو موجود في future work. طيب وانا هنا السنه اللي فاتت كنت بقول انا مش هتكلم في الموضوع بالتفصيل عشان مقدم في بلاك هات 2017 وقلت دعواتكم وكده، بس ظهر ايه دعوات ما وصلتش يعني، بس الحمد لله ان هي ما وصلتش. لان انا جالي رد غريب جدا من بلاك هات في 2017 يوم 17 يناير. انا قدمت الموضوع وبعدين الريفيو بورد هناك بيشتغل عليه وبعدين يبدا يرد عليك بقى بالكونفرميشن انت جاي ولا مش جاي. فعملوا رد غريب جدا، اي مؤتمر حاجه بتبعت له حاجه عايز تتكلم فيها فبيرد عليك باسلوب من اسلوبين، يا اما يقول لك لا والله احنا الدنيا زحمه قوي السنه دي و يعني فرصه سعيده او السنه الجايه وكده وعندك كام خطا كده حاول تعدله، او ان هو بيقبلك. لكن الميل اللي جالي ده كان ميل غريب جدا، احنا في عندنا زحمه قوي السنه دي بس على فكره الماده العلميه بتاعتك حلوه قوي كويسه جدا ما فيهاش مشاكل، واحنا بننصحك ان انت تقدم في بلاك هات يو اس اي، ده كان سنغافور اللي هو في سنغافوره، قالوا لي احنا بننصحك ان انت تقدم في يو اس اي وما تغيرش حاجه، فيما معناه كده ما تغيرش حاجه جاست بس ان انت تبعته لي بلاك هات يو اس اي. ف غريب يعني، يا اما تقول لي لا وعندك مشاكل يا اما ما تقوليش خالص، تعالى واتكلم في الموضوع بتاعك. خلال الفتره دي بقى اللي هو يناير اول السنه لقيت فريند ريكويستس غريبه جدا بتجيلي من ناس من اليابان وتايوان والصين وفلبين، انا اصلا ساكن في التجمع يعني ما بروحش الحته دي خالص. فدخلت على البروفايلز بتاعت الناس دي لقيتهم ناس شغالين في الفيلد انفورميشن سكيورتي، ناس دكاتره في جامعه، ف
في اليابان وفلبين وتايوان والجزء بتاع جنوب شرق آسيا ده. فايه يعني مش فاهم. المهم بدأت أقبل الكلام ده واشوف مين دول. فواحد منهم دخل اتكلم معايا على الماسنجر، ازيك يا درش عامل ايه وايه الاخبار، انت تعرفني منين؟ قال لي ده انا كنت في الريفيو بورد اللي انت بعت فيه الموضوع. انت عارفين بلاك هات بيبقى فيه الريفيو بورد 13 واحد، وعشان تباس الموضوع ويقبلوك لازم تاخد فوتنج بالاغلبيه، يعني لازم 7 منهم يوافقوا على الموضوع عشان تروح. فده واحد من الريفيو بوردز قاعد بقى يدردش معايا واخبارك ايه وانا كنت سعيد جدا بالموضوع بتاعك وكل البورد كان سعيد جدا. فقلت له طب ليه بقى، يعني ايه المشكله؟ قال لي مصطفى انت كنت هتتمسك على المسرح. قال لي هي دي المشكله، الموضوع بتاعك جميل جدا بس لو كنت جيت سنغافوره وعرضته كنت هيتقبض عليك وانت على المسرح. فاحنا بننصحك ان انت تروح يا اما هاك ان ذا بوكس، يا اما تروح بلاك هات يو اس اي، يا اما تروح ديفكون. ومن هنا بدات افهم ايه المشكله تاني، وجهه نظر هو الرقم 6 ولا الرقم 9، هي دي المشكله. طيب انا عامل فيديو سريع قوي 2 دقيقة بالظبط، بس طالب من الناس ان هي تركز قوي في الفيديو ده. فيديو 2 دقيقة هيقول لك ايه هو الكوميرشال سباي وير، بس ركز في كل كلمه في الفيديو عشان تعرف انا عملت ايه وعشان تعرف ايه الامكانيات اللي موجوده جوه السباي وير ده، والشركات دي بتشتغل ازاي، بتبيع الحاجات دي ازاي، بتقدم الداشبورد والسي ان سي للاتاكر ازاي. عايزك تفهم كل كلمه في الفيديو علشان تقدر تتابع معايا المحاضره وانت فاهم مصطفى عمل ايه. In this video we'll demonstrate the most powerful spy phone app for Android now available from remotekeyloggers.net. WinSpy is 100% undetectable and available for both rooted and non-rooted Android devices, and is the only non-subscription spy app that records all phone calls, allowing you to listen to them as MP3s. It captures 2 sides of all Facebook, WhatsApp, Skype, and Viber chats, as well as call logs. GPS tracking and text messages, as well as the capacity to listen through the Android's microphone or even take pictures through the phone's camera. All photos, videos, and chats on the phone are available to view in your dashboard, even those that have been deleted. You can log into your control panel dashboard from any device in the world and simply click the reports you would like to see. Call logs, text messages, address books, which applications are installed, as well as GPS location. Geofencing is a new feature that will alert you if the phone enters an area you consider to be off limits. Pictures and videos are also captured. An environmental recording allows you to listen to recordings made through the phone's microphone. The browser report will show you all the websites visited. In the service panel, you can listen to MP3 recordings of phone calls made to and from the device. And in the social service panel, you can see social network and chat conversations. The functions tab allows you to turn on the phone's microphone recorder, take a picture, get the phone's live GPS location, or take a screenshot. طبعا ده ريموت اكسس بقى للكاميرا والمايك. The text message recorder is now showing us both sides of all texts sent to and from the Android. And here we can see Facebook communications organized sequentially. WhatsApp is also captured, and WhatsApp, Facebook, Skype are recorded directly to your dashboard. The GPS location report will show past locations in red and the phone's current location in green. The locations are connected to Google Maps, so you know the exact address where the phone was located. Installing the remote keylogger spy app is simple. انا بيعلم بقى الاتاكر ازاي ينزل السباي وير ده على تليفون الفيكتيم. From third party sources. The application is a standard Android file. افتح لانون سورسز. Can be installed via drag and drop. دخل اللينك ويعمل داونلود. Direct download. For direct download, simply enter the URL you received upon purchase and download. Once downloaded, you'll find the device accessible by clicking the settings button in your remote control panel dashboard. يظهر عنده الفيكتيم بقى في الداشبورد بتاعه. Has been supported for nearly 10 years and we're temporarily offering lifetime licenses for the price of $39.95. There are no monthly fees. Lifetime updates are included
and we offer full support and tutorials as well as HTTPS encrypted and anonymous. HTTPS the one haga. This price is less than both mSpy and FlexiSpy charge for a single. طيب ده دي الناس بتماركت الكلام ده ازاي؟ زي ما حضرتك شايف كده فيتشرز غير طبيعيه تبقى في ايد الاتاكر لما ينزل الكوميرشال سباي ده على تليفون الضحيه او اكتر من ضحيه، وشفت السي ان سي بتاعه والداشبورد وبيقدر يعمل ايه، يشوف مكان ولوكيشن ومكالمات ورسائل ويفتح الكاميرا ويفتح المايك بيعمل كل حاجه. طيب ايه اللي حصل بقى للكوميرشال سباي سيلرز في 2017؟ كاسباريسكي كان ده من اسبوعين يعني 23/11 حوالي اسبوعين ثلاثه عمل ريبورت جميل قوي. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان اليوز اوف كوميرشال اندرويد سباي وير اولموست دبلد ان 2017. يعني خلال 2017 الاتاكرز حجمهم اتضاعف والفيروسز او السباي ويرز دي بقت موجوده على السمارت فونز بنسبه اكتر او مضروبه في اثنين من قبل كده. ده من وجهه نظر كاسبريسكي، لان هو طبعا انتوا عارفين ان هو السنسور بتاعه هو الانتي فيروس الموجود على الموبايل، هو منزل حوالي نمبر اوف داونلودز على الاندرويد حوالي 10 مليون، فهو بيكلم ال 10 مليون دول هو شايف ان النسبه ضعفت خلال سنه من استخدام الكوميرشال سباي وير. انا بقى من فوق بقول لحضراتكم النسبه مضروبه في اربعه. خلال السنه دي بس النسبه اتضربت في اربعه، يعني حجم تعاملات الناس دي زاد اربع مرات خلال سنه. وده يمكن اللي حرك مصر زي ما انا قلت من المركز 18 للمركز السابع، وهنشوف ازاي. طيب كاسبريسكي في الريبورت بتاعها قالت جمله جميله قوي، قالت if spyware is developed without security in mind it could result in severe compromise with the data going for beyond who it was originally intended for. تحس ان هو قلبه حاسس، يعني الكلام ده لو مش معمول تمام والسكيورتي فيه تمام فالناس دي البرايفسي بتاعتها يعني في كارثه، هيحصل كارثه ان البرايفسي دي مع اي حد اي اتاكر يخش ياخد الكلام ده هو خد بيانات او مش خد قصه حياه الناس، قصه حياه الفيكتيمز دول بقوا موجودين في ايده. كاسبريسكي ادى شويه ادفايسز كده جميله، قال لك طبعا يعني بعد بقى شرح الموضوع وان الموضوع بقى مضروب في اتنين والعدد زاد وكده، فبيقول بقى الناس ما حدش يعمل روت للاندرويد موبايل بتاعه، وبيقول كمان ان احنا انستول ابلكيشنز بس من جوجل بلاي وبلاش تفتح الانون سورسز، وعلى طول تابديت الاوبريتنج سيستم بتاعك، اي باتش ينزل الناس ما تكسلش ان هي تعمل ابديت، وان انت تنزل طبعا انتي فايروس يكون كويس اللي هو طبعا كاسبريسكي وبيتكلم من خلال الويب سايت بتاعه. يعني اخر جمله مهمه جدا بقى، Always protect your phone with a password, pin, or fingerprint so an attacker will not be able to manually access your device. أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت وقلت جملة مهمة جدا. إياك والفيزيكال أكسس. إياك مش بس إنك تعمل باسورد على الموبايل أو تحط باترن على الموبايل. لا. أوعى تقولها لحد. بص الصورة اللي أنا حاططها دي صورة معبرة جدا. هو موبايلك في إيدك بالمنظر ده. أنت رابطه في إيدك، محدش ياخده. يعني ايه ما حدش ياخده؟ انا اسف ان انا هقول حاجه يعني لا يعني زوجتك ما تاخدش منك الموبايل، ما تعرفش الباسورد بتاعك. ابنك ما ياخدش منك الموبايل يعرف الباسورد بتاعك، لان كل الاتاكس دي بتحصل من اقرب الناس، اقرب دايره ليك بيحصل منها الاتاكس ده. فالمدام بقى او زوج حضرتك او الاولاد عايز العب جيم يا بابا وافتح لي الباسورد، لا الناس دي بتعمل كده على فكره. هو خلي بالك الولد هو يعني مولع بالتكنولوجيا، بتفرج بقى على الميديا اللي هنتكلم عليها بعد كده وايه ده والراجل واقف وبيصور المذيع اللي قاعد معاه وسامعه وشايفه ومش عارف ايه. طب ما نزل حاجه زي كده عند تليفون بابا او تليفون ماما وهنا بيسلم بابا او ماما او العيله للي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. فانا باكد تاني على موضوع ان حضرتك مش بس تبقى حاطط باسورد، لا ومحدش يعرفه ولا اقرب الناس ليك ولا تفتح تليفونك قدام حد. طيب برضو من ضمن الاخبار في 2017 في مجله ظريفه قوي، هي مجله كنديه اسمها فايس، عامله اكتر من تشانلز كده على الانترنت، تشانلز خاصه بالصحه والجمال وتشانلز خاصه بالاخبار والسياسه وتشانلز اسمها ماذر بورد خاصه بالتكنولوجيا. ماذر بورد قالت ايه بقى؟ ماذر بورد قالت انا هعمل مسلسل اسمه وين سبايز كام هوم.
عملت مسلسل كده هتحكي قصة خلال حلقات كتير قوي عن السبايز دي لما تيجي بقى البيوت ايه اللي يحصل لما تدخل ما بين الزوج والزوجة والأولاد والأصدقاء والأصحاب ايه اللي ممكن يحصل. طبعا احنا عارفين ان حد بالحجم مثلا ماذر بورد طبعا عايزين يقلده شوية يمكن ويكليكس بس على مستوى لسه في الاول يعني ما بيقولش موضوع غير لما يكون معاه الديتا يعني هو عارف هو هيتكلم في ايه خلال 3 4 شهور وبعدين يبدا يتكلم. فالناس دي عملت ايه؟ الناس دي بدات انا خدت لحضراتكم 6 حلقات بس طبعا ده اليو ار ال بتاعهم motherboard.vice.com لو كتبت عليه when spies come home search كده هيطلع لك كل الحلقات اللي هم عاملينها. الجورنالست بتاعتهم عاملين ريبورتات محترمه جدا في الموضوع. الموضوع بدا امتى؟ اول حلقه كان يوم 22 فبراير 2017 جي جورنالست من ماذر بورد وقال لك والله ده في حاجه اسمها كوميرشال سباي وير واحنا جربنا الموضوع ده وحطيناه على تليفون كانوا ساعتها شغالين على فيندور اسمه سباي فون وانا حطيت على التليفون وبعدين انا المكتب في امريكا فسافرت رحت برلين بالتليفون اللي هو اللي عليه السباي وير ده والناس بقى في امريكا بتسمعني وتفتح المايك وتعرف مكاني وتسمع مكالماتي يعني حب كده يعمل بدايه مشوقه للفيلم اللي هيتكلم خلاله او المسلسل اللي هيتكلم خلاله في خلال الفتره اللي جايه يعني. الحلقه الثانيه هنا بقى كانت بدايه الاكشن في ماذر بورد. I am going to burn them to the ground. Hackers explain why they hate the stalkerware. ماركت ستوكر وير اللي هو كوميرشال سباي وير اللي انا بتكلم عليه. في 2 هاكرز واحد سمى نفسه ليبرت بوي وده اخترق فليكسي سباي طبعا فليكسي سباي ما شاء الله في مصر مشهور جدا اخترق فليكسي سباي خد منه كل حاجه خد بيانات الاتاكرز كلهم وخد كمان بيانات الشركه يعني فيلم كده كبير هما بيحكوه داخل الحلقه دي. وفي كمان هاكر تاني ما رضيش يقول اسمه اخترق الفندور اللي هو اسمه فون شرف او الكوميرشال سباي اللي اسمه فون شرف ده اخترقه هاكر تاني. والهاكر الاولاني زي ما قلت لكم كان مسمي نفسه ليبرت بوي. طبعا الفتره دي جالي بقى ناس كتير بعتت لي رسائل مصطفى والله ينور وبتاع طبعا مش انا والله يعني مش انا اللي عملت كده عشان بس انا عارف ان معتز بيسجل. ف المهم خلاص خدوا الداتا دي وقالوا ان في 2 هاكرز جم عملوا الكلام ده وعملوا معاهم ريبورت طويل جدا في الموضوع بالنسبه فليكس سباي وفون شرف. فالحلقه اللي بعد كده 21 ابريل ميت فليكس سباي ذا كمباني جيتنج ريتش سيلينج ستوكر وير تو جيلس لافرز. هنا بقى من ضمن البيانات اللي خدها او من ضمن الليكج اللي خده ليبرت بوي ده خد بيانات تخص الشركه وتأسست امتى ومين صاحبها ريحان مستر ريحان ده طبعا محطوط بصوره خلال الريبورت دوت وذكروا حاجه مهمه جدا يمكن دكتور احمد شوشه قالها في المحاضره بتاعته وكان بيتكلم على لوفال انترسبشن كامبانيز زي فين فيشر وهكذا. من ضمن الدوكيومنتس اللي خرجت انا بس عايز اقول لك ان العالم متوصل ببعضه يعني من ضمن الدوكيومنتس اللي خرجت هنا هو تعاون فليكسي سباي مع جاما وفين فيشر في اللوفال انترسبشنز او المالويرز اللي كانوا شغالين عليها وان كان في تيم مشترك ما بينهم وان التيم ده كان بيتنقل ما بين الشركه دي والشركه دي وان هو كان في ما بينهم تعاون عشان خاطر يعملوا الموبايل مالويرز دي او السباي ويرز دي ودي موجوده طبعا في الحلقه دي او الريبورت ده. بعد كده في خلال برضو شهر ابريل ستوكر وير كامباني فليكس سباي كولز كاتاستروفيك هاك جاست زم فولس نيوز. طبعا ناس انكرت خلال فتره كده حصل هولدنج للشركه دي تردش على الفيسبوك ولا اي حاجه الناس عماله تقول يا جماعه في ايه المشكله السيرفرات واقعه. طبعا ليبرت بوي ده لما دخل خد البيانات ومسح الداتا من على السيرفرات كلها اللي عندهم فبيوريك ان ما كانش في رد فعل من فليكس سباي على الهاك او الاتاك اللي حصل عليه. A week later hacked spyware vendors haven't warned their 130,000 customers. 130,000 اللي ليبرت بوي خدهم هم 130,000 سبسكرايبر في فليكسي سباي. خلي بال حضرتك ان الاتاكر الواحد ممكن يبقى له اكتر من فيكتيم يعني 130 ده ممكن تضربه في 3 في 4 دول عدد الفيكتيمز اللي الراجل ده حاطط عندهم السباي وير. اخر حاجه في ماذر بورد كان في شهر مايو 25 مايو 2017 وين تكنولوجي تيكس
hostages, the rise of sticker war. هنا كان بيتكلم على حاجة مهمة جدا في الـ الـ في في United States. يعني كانوا عاملين إحصائية كده إن كل يوم في 2 عشاء بقى متجوزين حبايب أيا كان بيموتوا بعض. يعني في 2 كل يوم بيتقتلوا بسبب الكوميرشال سباي وير. حد بيتجسس بقى على زوجته أو صديقته أو أيا كان ويبدأ يعرف شوية معلومات كده ويروح قتلها. فقالوا ان الكلام ده بيحصل في امريكا بنسبة ان كل يوم في 2 بيتقتلوا او بيتذبحوا او بيحصل لهم مشكلة بسبب الكوميرشال سبايور. طيب ده كده ايه اللي حصل في 2017. طيب عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نتأكد ان الموضوع ده فيه مشكلة كبيرة، ريسك كبير جدا للناس اللي بتشتغل عليه. وخلي بالك ان من ضمن الناس اللي بتشتغل عليه ممكن يكون من وازع الحب، يعني حد مثلا بيحبك قوي فعايز يطمن عليك، او حد خايف على اولاده فعايز يطمن عليهم، او حد يعني المعنى الجميل في الموضوع ممكن يكون من وازع الحب او الغيره، لكن الخطوره بتاعته غير طبيعيه. طيب هنعمل ايه؟ انا خدت الكوميرشال سباي وبدات اشتغل عليهم، اقول لك الميثودولوجي اللي انا اشتغلت عليها عشان خاطر اوصل للنتائج اللي هعرضها على حضرتك. انا عملت ايه؟ انا اول حاجه خدتهم، طبعا انتوا عارفين ان هم مش موجودين على جوجل بلاي، هو كل شركه منهم حاطه الاي بي كي بتاعها على الويب سايت بتاعها، تخش تحط لينك داونلود عشان تنزله عند الفيكتيم، كان ده ياخدش 30 ثانيه وانت كده خلاص اصبح الفيكتيم ده معاك وانت شايفه. المهم انا بدات اداونلود الاي بي كيز دي، عملت لها ريفرس انجينير ثم سباي وير اناليسز، بدات بقى اتعمق. انا عندي خلفيه شويه في الموبايل كديفلوبر، فالموضوع بالنسبه لي بيكون سهل شويتين، بس هشرح لك برضو ازاي دلوقتي بالتفصيل. بعد كده زي ما حضرتك شفت في الفيديو اللي انا قلت لك ركز فيه قوي، هو الموضوع في الاخر عباره عن موبايل ابلكيشن بيخاطب السيرفر، بيخاطب بالفندرز دول، فهنا في ويب سيرفيسز في النص عشان ينقل بيانات الراجل ده ويتروح للويب سيرفر اللي موجود عشان خاطر تخش في الداتابيز او الباك اند بتاع الفندر ده. فبدات ايدنتيفاي الويب سيرفيسز اللي شغاله على الموبايل سباي وير او على الكوميرشال سباي وير دي، ثم عملت اوثنتيكيشن هاي جاكينج، عايز بقى اطمن الشركه او عايز اقول للشركه ان انا الاتاكر، فثق في مع ان انا اصلا مش ريجسترد يعني، بس انا عايز اقول للشركه ان انا كل الاتاكرز، فاديني البيانات وثق فيا وانا راجل مشترك عندك وهنشوف. وده اللايف ديمو اللي هنعمله النهارده ان شاء الله مع بعض، هوريك ازاي. خلاص بعد ما جمعت المعلومات دي كلها ووصلت ان انا راجل بقيت اوثنتيكيتد من ناحيتهم، فبدات ديفلوب ماي اون اكسبلويت اللي هو سيف اور سولز اكسبلويت. ريفرس انجينير طبعا للاي بي كي، وانا عارف ان في ناس كتير هنا اساتذه طبعا اكتر مني، في حاجات بتنزل على اللابتوب او على البي سي على طول زي اي بي كي تول مثلا، ساعتها تاخد الاي بي كي، انت في الاخر عايز توصل ليه الاي بي كي ده، تبدا ترجعه للجافا سورس كود بتاعه عشان تبدا تفهم بقى النو هاو بتاع الابلكيشن ده شغال ازاي. ففي حاجه زي اي بي كي تول، دي حاجه بتنزلها على البي سي وسيت اب، وبعدين تبدا تعمل اللي احنا بنسميه الدي اوبفسكيشن، او في حاجات بقت اونلاين، بقى في ويب سايتس اونلاين تبعت له الاي بي كي هو يشيل الشيله دي ويفك ويروح باعت لك الجافا كود او الجافا سورس كود. طيب لو رحنا لحته السباي وير اناليسيس، خلاص الريفرس انجينير تمام، سباي وير اناليسيس، وانا هنا بفكر الناس انا عرضت السلايد دي السنه اللي فاتت لما كنت بتكلم على الانتر بروسيس كوميونيكيشن اند بوينتس بتاعه الاندرويد، مش هخش فيها في تفاصيل خالص، لكن انا عايز اقول لك انا بدات منين. انا ما بداتش ان انا عندي كود كتاب كبير قوي كده وقعدت اقراه، لا ما عملتش كده. انا قلت هو فين البرودكاست ريسيفرز، كان ده كود كان فيه السنه اللي فاتت، فين البرودكاست ريسيفرز اللي من خلالها الراجل ده بيجمع البيانات، مجرد ما تيجي المكالمه يبدا ياخد الانفورميشن دي وبعدين عايز يطلع بيها، عايز يطلع بيها على السيرفر بتاعه. لو تفتكروا برضو السنه اللي فاتت انا قلت ان انا عملت ماي اون سباي وير اللي هو الكاميليون، وكنت شغال بنفس الاسلوب، فانا فاهم الناس دي بتشتغل ازاي. فانا ركزت على ايه في السباي وير اناليسيس؟ انا مش هقعد اقرا كل القصه دي، لا انا بدات من البرودكاست ريسيفرز. لو شفنا حاجه زي كده مثلا، ده واحد منهم، هتلاقي هنا طبعا هم جمال جدا، حاطين حتى الريسيفرز ستاتيك جوه المانيفست فايل، يعني هم ما يعني ما تعبش نفسه ان هو يعمل الكلام ده باي كودنج ويعمل دايناميك ريسيفرز، لا هو عمل ستاتيك ريسيفرز وحطها جوه المانيفست فايل. فده كده
ده كده الكلاسز. ده كلاس ده خاص بيه البوت كومبليتد، ده اللي هو اللي هو الموبايل اول ما يحصل له ريستارت يعني، او ما يتفتح بيبدا البرودكاست ريسيفر ده يشتغل. بعد كده الكور ريسيفر ده برده كلاس، بيشتغل امتى؟ ده في حاله الكولينج، ان يحصل مكالمه هنا. اوت جوينج كور ريسيفر ده مع الاوت جوينج كول لما تحصل. ونتورك تشينج ريسيفر، لو تفتكروا الكاميليون السنه اللي فاتت انا كنت بعد ما باخد الداتا ببدا اتشيك الانترنت، هو الانترنت مفتوح ولا لا؟ لو مفتوح ببدا اطلع الداتا على الباك اند او على الداتابيز بتاعتي، لكن طول ما هو مش مفتوح ما كنتش بطلع الداتا واحتفظ بيها على الاس دي كارد. فالمهم انا بدات من البرودكاست ريسيفرز دي وبدات بقى امشي، خلاص خد البيانات من الفيكتيم، هيطلع فين عشان ابدا المرحله اللي بعد كده ايدنتيفاي الويب سيرفيسز اللي هو شغال بيها. بس خليني في حاجه مهمه جدا وانا بعمل سباي وير اناليسز، طبعا ده المانيفست فايل مفيش بيرميشن مش موجوده، يعني هو طبعا واخد كل البيرميشنز اللي في الدنيا، حتى لحد الادمن بيرميشن واخد كل حاجه، حاطط كل البيرميشنز عشان خاطر يقدر يسيطر على التليفون 100% وياخد منه كل حاجه. الجميل بقى في الموضوع ان ده واحد منهم، ده شركه، الشركة دي في فلبين. انا عايز اوريكم بس مدى المأساة ونرجع تاني رقم 6 و 9 وانت بتبص له ازاي. الشركة الجميلة دي عملت ايه؟ معرفة static portion في الكود اسمه معرفة array string array monitor number، وحاطين ايه بقى؟ حاطين رقمين تليفون بتوعهم. انتوا عارفين ده معنى ايه؟ عارفين ده معنى ايه؟ الراجل ده بيعمل silent call لكل اللي اشترى منه او كل الفيكتيمز اللي نازل عندهم الابلكيشنز ويتصنط عليهم في اي وقت. حد فاهم اللي انا بقوله؟ الشركه دي حاطه ستاتيك كود هارد كودد رقمين تليفون جوه الابلكيشن جوه السباي وير بتاعهم، الرقمين دول في الفلبين، وده سر الرئيسي ان احنا هنفضح ان شاء الله الشركه دي النهارده. الراجل ده بايده ان هو كل اللي اشتروا منه، كل الاتاكرز اللي اشتروا منه الكلام ده نازل مثلا عند 50,000 فيكتيم اول اوفر ذا وورلد، بمجرد انه يتصل بالرقم ده الموبايل بتاع حضرتك يتفتح وانت مش داريان طبعا، موبايل يتفتح ويسمع انت بتعمل ايه. تخيلوا الموضوع وصل لحد فين؟ انتوا شايفينها كده 6 ولا 9 بس الاول؟ 14 لسه. طيب دخلنا بعد كده ان احنا ايدنتيفاي الويب سيرفيس، وبيبقى جميل قوي وانت شغال في الاناليسز ده انك تلاقي امبورت الناس شغاله جافا بالمنظر ده، كنت عارف ان انت ايه يعني، عارف قربت توصل اهو، تلاقي امبورت كده لايه؟ للاباتشي لايبرري اتش تي تي بي بقى ريسبونس ريكويست الفاليو بيرز، بتفهم ان الكلاس ده كده ايه يعني حاجه جميله هتطلع بمعلومه يعني. طيب دي طبعا بعض الميثودز اللي بيستخدموها عشان يبوست او يطلع البيانات دي للسيرفر بتاعه او الويب سيرفر بتاعه عشان يجت انفورميشنز وعشان يأوثنتيكيت مع الابلكيشن على او مع الفيكتيم او مع الكوميرشال سباي اللي نازل على الموبايل عشان يبدا يأوثنتيكيت. طبعا الميثودز دي كلها زي ما حضراتكم شايفين كده الدنيا مفتوحه، يمكن حتى هم كمان واصلين لمرحله ان هو مش بيعمل اوبفسكيشن للاي بي كي، تخيل يعني هو الدنيا مفتوحه ما بتلاقيش تعب ان انت تريفرس انجينير، الموضوع سهل. هو في الاخر مش باصص للقصه دي، هو باصص ازاي يكسب فلوس، هو باصص ازاي يتجسس مش ازاي يامن، هو مش بيامن ولا في دماغه موضوع التامين ده. الكلام بقى اللي انت بتشوفه في الفيديوز واندتكتبل وشغالين اتش تي تي بي اس والكلام الجميل ده، لا طبعا ده كلام مش موجود خالص. برضو هنا نفس الكلام، احنا في هنا ايش انا نطيت هنا ايدنتيفاينج الويب سيرفيس تمام، اوثنتيكيشن هايجاكينج بقى الناس دي مشتركه في حاجه او معظمهم يعني مش كلهم على فكره بنفس الاسلوب يعني مش كلهم، انا دخلت على السيرفرز بتاعتهم بنفس الاسلوب بس معظمهم بيعمل اوثنتيكيشن بحاجه جميله وبيعمل اوثنتيكيشن بالاندرويد اي دي. انتوا عارفين الاندرويد كل اندرويد فون ليه اي دي خاص بيه اللي هو بيبقى 64 هكس ديسيمال نمبر كده، ده ايدنتيفيكيشن للموبايل، اي دي للموبايل، ده حاجه غير الايمي عشان ما حدش يفتكر ان ده الايمي، ايدنتيفيكيشن للموبايل. طيب الاي دي ده تخيل ان هو بيأوثنتيكيت بيه، يعني تخيل ان هو عشان يعرف ان انت
فيكتم عنده ولا لا، فتبعت له الاي دي ده يبعت لك يوزر نيم وباسورد. متخيل؟ تبعت له الاي دي يبعت لك يوزر نيم وباسورد بتاع الاتاكر. طب النقطه بقى بعد ماشي يا مصطفى، طب انت هتجيب منين بقى الاي دي هات دي؟ ده الجزء الخاص طبعا باليونيك اي دي اللي هو بياخده من الاندرويد. الناس طبعا شغاله اندرويد هتبقى فاهمه الكود المكتوب. في عنده حاجه جميله قوي بقى عشان اكمل الحلقه مع حضراتكم. ماشي يا مصطفى، طب انت محتاج اي دي الفيكتم عشان تبعته وتاوثنتيكيت وتبدا تاخد بقى الكريدنشلز وكده. طب منين بقى هتعرف منين الفيكتمز اللي هم نازل عندهم الكوميرشال سباي ده؟ ابحث عن الميديا سيرفر اللي بيابلود عليه الاوديو فايل، هتلاقي الموضوع جميل جدا يعني. ابحث عن الميديا سيرفر اللي بيابلود عليه الاوديو فايلز، هتلاقي الموضوع يعني بص هو لو حاب يخدم مش هيعمل كده يعني. مسمي الفايل الاوديو فايل ده بالاي دي بتاع الفيكتور، يعني النيم بتاع الفايل الساعه كذا التاريخ الفلاني الوقت الفلاني الاي دي. فلو قدرت توصل للميديا سيرفر هتقدر تعمل اوثنتيكيشن هاي جاك. طيب اس او اس اكسبلويت او سيف اور سولز من وجهه نظر رقم 6 هنعرض فيه بس الميثودولوجي اللي انا قلتها من شويه ازاي طبقت سريعا. ده الميديا سيرفر. جيت الاي ديز. اوثنتيكيت بقى. جميل، ابعت له الاي دي يديك اليوزر نيم والباسورد. حاجه فاخره يعني. طبعا مش كلهم بنفس الاسلوب بس انا بختار واحد فيهم كده علشان اشرح لك الكونسبت يعني. طبعا هنا بمجرد طبعا ان انت خدت بقى الاتاكرز كريدنشلز خلاص فانت عايش معاهم. انا بس هنا برضو هرجع افرجك تاني على المستوى اللي بيحصل لما انت تسلم الكلام ده لحد او انت تحطه عند اقرب الناس ليك. خلي بالك مش انت بس اللي شايفه، ده في ناس كتير قوي شايفه معاك. انت بتسلم الاسره او الافراد او العيله او الناس دي بتسلمهم، انا اسف انا كنت بقول الكلمه دي كذا مره السنه اللي فاتت، بتحطهم في الشارع. انت فعلا بتحطهم في الشارع. طب انا هوريك هنا بس ان انا ريفايز معاك الفيديو اللي انا عرضته بتاع كوميرشال سباي وير والفيتشرز وكده. ده فيكتيم في الهند، وانا ليه برضو قررت اعرض الهند لان الهند هي اكبر دوله بتكونسيوم الكلام ده، ومعظم الشركات الفيندرز دول يعني هنود، معظمهم شركات في الهند. طبعا هنا بقى بما معاه اللوكيشن بتاع الفيكتور، الاس ام اس هيستوري، انا مدخلك على الداشبورد بس عشان تتخيل حجم المأساة. عندي كل الاس ام اس. طبعا دول ثلاثه فيكتيمز الموجودين في الكوم بوكس ده، كل الرسائل بقى بالتفاصيل. البنك بقى بيبعت لك ترانزاكشنز، بيجي لك فيريفيكيشن بين كود، الكلام ده كله. على فكره في ناس معلش، في حته هنا مهمه جدا. بص بقى في كارثتين هنا. في ناس بتهايجاك مثلا الفيسبوك اكاونت او الايميل اكاونت عن طريق ان هو يبعت البين كود، يعني يفورس الفيسبوك مثلا ان هو يبعت لك بين كود عشان يوثنتيكيت ان انت مثلا بعد الساعه 12 بالليل حضرتك نايم، تمام كده. مجرد رساله اتبعت هو عنده الداشبورد، هو قراها قبليك، خد البين كود ودخل. في كارثه تانية بقى مهمه جدا ودي هعرضها في اللايف اكسبلويت. معظم الناس دي يعني بنسبه كبيره منهم يعني بيخش يريجستر على المواقع دي بالبيزنس ميل، بالبيزنس ميل، ميل الشركه اللي هو شغال فيها. لا مش كده بس بقى، ده ميل الشركه والباسورد بتاعه. انت متخيلين؟ كان اول سيشن خالص كان الكينوت قال ان في 9 مليار دولار خسائر للبيزنس او الكومبرومايز بتاع البيزنس ميلز. ده مثال منهم. ناس كتيره جدا بتخش بالبيزنس ميل والباسورد بتاعت البيزنس ميل ده. انا اسف. ما
No, varios doctores, esto ahora. Doctores en aquí puto bachelor, no, ferie. Es que no, ferie. ده الداشبورد زي ما قلنا بتاع وان اوف ذا اتاكرز. عارف اللوكيشن طبعا بتفاصيله والاس ام اس بمجرد ما بتوصل طبعا بتيجي للاتاكر. ايوه منقذ يا مدمه. بتانا بونو الكول هيستوري بقى الانكومينج والاوت جوينج كولز والكول ريكوردنج والمكالمات طبعا مسجله تقدر تعمل لها داونلود كده بتداونلود المكالمات اليو ار ال هيستوري الفيكتيم ده ايه الويب سايتس اللي بيخش يزورها طبعا الكونتاكتس بمجرد نزول الابلكيشن ده على الموبايل بياخد كل الكونتاكتس يبعتها للاتاكر كل الكونتاكتس اللي حضرتك مسجلها على الموبايل بتاعك الصور طبعا كل الصور بقى والصور الخاصه بتاعتك كل دي موجوده هنا بقى ان هو ريموتلي بيفتح المايك خلي بالك ريموتلي يفتح المايك ممكن من الداشبورد او من السايلنت كول الداشبورد بتاع الاتاكر فيه امكانيه ان انت تحط رقم تليفونك في الداشبورد دي بحيث ان انت لما تيجي تتصل بالفيكتيم رقم التليفون ده اصبح خلاص معروف جوه الابلكيشن كوميرشال سباي وير ابلكيشن على الموبايل ان لو حصل منه اتصال انا مش هخلي بقى الشاشه تبقى مفتوحه او ان يجي لي مكالمه والكلام ده لا هو مجرد بس ان هو يفتح الكول او من خلال اس ام اس تقدر تفتح المايك يعني تبعت اس ام اس برضه بالرقم التليفون المتعارف عليه ده وتفتح المايك، انا برجعك خطوه ورا هو الراجل بتاع الفلبين ده عامل ايه؟ بتاع الفلبين عامل كده، هو حاطط الرقمين دول الماستر ده الماستر كي بتاعه بقى ده الماستر كي عارف بتخش فندق كده يقول لك فين الماستر كي؟ ده حاطط الماستر كي جوه الابلكيشن، اي حد عايز يسمعه في اي وقت هيبدا يتصل بيه او يبعت له رساله من الرقمين اللي كانوا موجودين دول. طيب unmask one of them ده اللايف ديمو اللي هنعمله سوا. هنعاقب الراجل بتاع الفلبين ده وهستأذن حضراتكم ان احنا الاول هتشاركوا معايا ولا ماشي ما شاء الله ماشي طيب هنفتح xnor.com معلش انا هشيل بقى الصوت ده احط xnor.com xnore.com محدش خايف مش هنعمل حاجه انت بس هتعمل ريجستريشن وانا اوري لك ان انا يعني الناس كلها هتتفرج عليك يعني او الناس كلها هتشوف الكريدنشلز اللي انت دخلتها او مش الناس كلها انا بس يعني ما تخافش محدش تاني xnore.com xnore.com طبعا ده طبعا بص اول حاجه بيكتبها 100% undetectable and invisible طبعا دي كلهم بيكتبوا نفس الكلام يعني وبيشرح لك بقى الفيتشرز بقى انك تقدر تسمع وتعرف وتشوف وتشوف رسائل وتشوف كل بتعيش مع الراجل 24/7 يعني طيب عظيم مطلوب من حضرتك ايه بس الناس فتحت ال ما حدش خايف يعني مش هنعمل حاجه والله بس انا عايز اوري لك المشكله انا مقتنع بحاجه انا مقتنع ان انت لما تشوف حاجه براكتيكال فنبدا تحس يعني عشان بس ما نروحش نسمع لايه لكلام الواحد بيسمعه بيتضايق يعني حط بقى نجمه 2013 شباك وانت تعرف ايه اللي بيحصل والكلام طبعا ده كلام غير مسؤول يعني فانا عايز الناس تشارك للغرض ده
مش هنعمل حاجه خالص غير بس ان احنا هنبين الايميل اللي انت اشتركت بيه وانت مش هتشترك. يعني هو دي حاجه معموله كده كديمو فور فري، يعني هو بيعملها 24 ساعه. هتحط اسمك فول نيم وهتحط الايميل وحط باسورد واعمل ساين اب. هديكوا دقيقتين و في ناس خايفه مفيش حد. طب مين هيشارك ارفع ايدك عشان ممكن نعدي الديمو يعني. طيب ماشي كويس ماشي. هدخل بس الاسم والايميل وباسورد وساين اب اهي. ايه ده مش سامع الويب سايت؟ انا ما جربتش افتحه من الموبايل. الناس اللي بتفتحه من على الموبايل مش ظاهر انه ساين اب؟ مفيش؟ في حد بيقول نضغط على الاوبشنز ثم ريكويست الديسك توب بيج، نتفتحه كديسك توب يعني. ما جربتش افتحه على الموبايل فعلا، موبايلي مش معايا. طب اي حد اول حد يوصل بس يقول لنا ان هو عمل ساين اب. حد وصل؟ مفيش حد عمل ريجستريشن؟ في؟ عملت؟ في حد معاه لابتوب. حد تاني عمل؟ تمام. طيب ده الاس او اس اكسبلويت. كم حد عمل ريجستريشن؟ طيب نرفع ايدك فوق. 2 ماشي. كايرو اتياهو ده طبعا اكيد حد عندنا يعني. تمام هم دول صح؟ ماشي تمام. وده بروف اوف كونسبت بس ان الدنيا زي ما انتم شايفين يعني العمليه مفتوحه جدا. انا اصريت اعمل في ده كده لان هو بيتصنت على الناس. زي ما وريتك كده وانا بعمل الاناليسيس بتاعي، هو حاطط ارقام تليفوناته والشركه دي بتتجسس على كل الناس المشتركين فيها. عدد المشتركين في الشركه دي يتخطى ال 25,000 مشترك. عدد المشتركين في الشركه دي يتخطى ال 25,000 مشترك. طيب The Egyptian media is marketing those sellers by mistake. الاعلام عندنا بيسوق الكلام ده بالغلط. ليه بالغلط؟ ان هو في ناس بيستضيفها والناس دي هي بتحاول تعرض امكانيات ان انا هاكر وكده والكلام ده. فتلاقيه بقى جايب الموبايل بتاعه وحاطط عليه الكلام ده وبعدين يبدا يوري ان من ضمن امكانيات الهاكينج ان انا اشوفك او ان انا اسمعك ويبدا يحرك الموبايل بالمنظر الفلاني. وفي منهم ناس كمان بدات توصل لمرحله ان هو بيسوق للكلام ده، بيقول يا جماعه اللي عايز تعرف بقى مراته واخبارها ايه ويعرف او هي تعرف جوزها عامل ايه تنزل الكلام ده من طبعا الكلام ده حرك مصر، حرك مصر السنه اللي فاتت تاني زي ما قلت لك انا شايف الدنيا شويه من فوق. حرك مصر من المركز ال 17 على الستاتستكس اللي انا عملته على الـ العدد اللي معايا يعني من المركز ال 18 للمركز السابع. طيب انا عايز اوريك كده الستاتستكس دي برضو. ده التوب 10 اول دوله طبعا الهند. الهند عندها من وجهه نظري طبعا
او من من يعني من البيانات اللي معايا انا او من السيرفرز اللي انا بتكلم معاهم. 58,259 فيكتيم ونمبر اوف بزنس ميلز 1,327 البيزنس اللي هو بيستخدم البيزنس ميل بتاعه ان هو يعمل ريجستر على الويب سايتس دي. بعديها امريكا 54,000 وشويه، ثم يونايتد كينجدم حوالي 31,000 وشويه، ثم فرنسا 22,384، ثم ايطاليا 20,831، وطبعا الرقم بتاع البيزنس ميلز قدام حضراتكم، ثم تركيا، ثم مصر. مصر بقى من خلال التسويق اللي اتكلمت عليه من شويه ده اتحركت، كانت مركز 18 لما انا كنت بدا الاستاتستكس دي قبل ما اتحرك للبلاك هات وكده. وحتى انا كنت قلت في مؤتمر السنه اللي فاتت ان انا بعمل شويه استاتستكس على الداتا اللي موجوده تحت ايدي، فكانت ساعتها مصر في المركز 18 بقت في المركز السابع بعدد 11,497 مشترك. وثم اندونيسيا، ثم الجزائر، ثم البرازيل، دول التوب 10 الكونسيومرز للكوميرشال سبايوير. طيب في حاجه كمان انا خلاص يعني قربت اخلص. لا 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 هقول لحضرتك، لا لا على كذا واحد مش واحد بس. ده خلاص اتكلمنا عليه، ناس بتسوق بطريقه طبعا مغلوطه. يعني في بقى في الاعلام برضو في اكس او حد يعني بيطلع يتكلم يقول يا جماعه دخل رقم كود مثلا شباك كذا نجمه اتصال تعرف اذا كنت انت امن ولا غير امن. انا ما عنديش مشكله في المبدا. ليه ما عنديش مشكله؟ لان البرامج دي بتحط ديفولت كي نمبر للكلام ده بحيث ان انت تظهر البرنامج على الموبايل او لا، تظهره او تخفيه، يعني تدخل الرقم البرنامج يظهر او يختفي. اللي هو الرقم ده بيحط له ديفولت نمبر وانت من الداشبورد بتاعك تقدر تغيره، تمام كده؟ بس هو الموضوع اتساق في اتجاهي بقى ان الكلام بقى جاي من الدارك ويب، وان لا الموضوع مش دارك ويب ولا حاجه، الموضوع بسيط خالص. بس خلي بالك انت عملت مشكلتين. اول مشكله انت اتكلمت على ديفولت نمبر بتاع واحد منهم بس، وهم اكتر من 30 40 سيلرز يعني. دي حاجه. المشكله دي عملت ايه؟ خلت ان الاند يوزر بقى عنده الاطمئنان او ان هو الطمأنينه في المطلق. يعني انا بدات اشوف ناس حتى في اورجانيزيشنز وناس مثقفه وناس محترمه جدا بدا يعمل الكلام ده، يدخل رقم وبعدين بدات ناس كمان تسوق له ان هو ايه عشان تعرف ان في حد متابعك، حتى لو متابع قانونيا يعني من جهه ما بتتابعك او بتراقبك، لو دخلت الرقم ده وطلع لك الكاستمر سيرفيس فانت كده تمام. يعني انت كده عملت مشكله كبيره جدا ان انت اديت احساس الطمانينه للناس، واحنا اصلا عندنا الناس الاويرنس بتاعها طبعا جميل، اديتهم احساس الطمانينه في المطلق. يعني حط الرقم ما يطلعش حاجه انت امان. ده شق. الشق الثاني انت ما فهمتش الناس ان الكلام ده بيتغير، يعني الاتاكر بيغيره. طب المشكله الكبيره اللي حصلت ايه بقى؟ طبعا زي ما قلت لكم انا فوقها كل الاتاكرز المصريين على الفندور ده دخلوا غيروا الكود بعد ما الكلام ده اتذاع. ده مثال منهم. يعني كل الاتاكرز المصريين على الرقم ده اللي هو بتاع الفندور اكس ده اللي هو شباك 2013 نجمه ده كله دخل غير الرقم ده، الرقم الاكسس كود كله دخل غيره. وخلي بالك بقى ان دول هيروح للفيكتيم بتاعه ويقول له عم طب ما كان في حد قال حط شباك 2013 وشوف كده، فيبدا يطمن كمان الفيكتيم بتاعه ان هو ما عندوش اي مشكله. انا بحاول اسير بس الكلام ده ليه؟ عشان خاطر احنا نحاول نفهمه وننقله ان الموضوع مش كده، الموضوع ده مش صح. لا انت فاهم الناس يعني ايه كوميرشال سباي وير، فهمهم ايه المشكله، فهمهم ان انت تبعده عن الكلام ده، ما حدش يشتريه، لان الكلام ده زي ما انتم شايفين كده بيؤدي الى كوارث ومشاكل كبيره جدا. وزي ما قلنا كده او زي ما ماذر بورد قالت ان في اتنين بيقتلوا بعض بسبب الكلام ده في امريكا كل يوم. فتخيل بقى ان في حد واخد البيانات دي كمان، فهو هيبدا يبتزك انت او يبتز اسرتك ويعمل طبعا مشاكل كبيره جدا. يعني نصيحتي الاخيره تيك كير اوف يور فاميليز برايفسي، نصيحه يعني اي حد بيفكر. على فكره في ناس في الكوميونتي بتعمل الكلام ده، في ناس في الكوميونتي بتعمل الكلام ده او يعني بتستخدم الكلام ده، فنصيحه مني بلاش. حافظ على خصوصيات اسرتك واصدقائك ومحيطينك في العمل، حافظ عليها، ما تجربش الكلام ده خالص خالص، ابعد عنه نهائي. انا عارف الوقت خدني، كنت هتكلم على حاجه كده صغيره بس دي ان شاء الله هنتكلم فيها السنه الجايه. وده الموضوع الجديد بتاعي هيبقى كولينج ذا ترو كولرز. يمكن هنا في اعتقد الفكره هتبقى مفهومه يعني من الصوره. برضو منور محمد ده الراجل اللي عمل لي الديزاين ده. Are you sure you wanted to give them your data؟
ان شاء الله نتكلم عليه السنه الجايه. شاكر جدا واسف ان انا طولت، واتمنى اكون افدت حضراتكم. الف شكر. لو ناخد اسئله في اي اسئله؟ في ناس عايزه تسال اي اسئله؟ تاني مفيش اسئله. تفتكر ايه من اثر الصدمه؟ اي سؤال؟ في سؤال هنا اعتقد فندم اللي هو ايه الاكس نور؟ طب هقول لحضرتك بعد السيشن. حاضر، هوريه لحضرتك. في اي سؤال؟ ايوه بس اهو مستر، في سؤال؟ دلوقتي في بعض الموبايلات بتنزل اوريدي فيها سباي وير. فيها سباي وير؟ يعني في بعض لو اند فيندرز ممكن تلاقي فيها سباي وير. حضرتك حددت عليك حاجه زي كده؟ بص، هو انا ممكن اكون شفت حاجه زي كده لما مش الفندور بينزلها، بقى حد بيدي حد هديه. يعني من ضمن المشاكل اللي موجوده في القصه اللي انا حكيتها دي ان في ناس بتهادي بعض بالموبايل عشان كده. يعني هو ياخد الموبايل ويحط عليه الكوميرشال سباي وير ويفخخه تمام ويبقى زي الفل، ويروح مثلا يروح مديهولك هديه او مديه لحد قريبه هديه او صديقه، يقول انا جايب لك موبايل مثلا في عيد ميلادك. برضو دي من ضمن الحاجات الاورنس ان احنا يعني ما ناخدش هدايا موبايل غير من حد موثوق فيه جدا ونكون متاكدين. اول ما ناخد التليفون يعمل له ريستور فاكتوري سيتنج، يعني ده عشان تكون تمام. انا بالنسبه لي شفت يعني حاجه شخصيه، شفت موبايل فعلا صيني، وشفت فعلا بعد يعني شويه اناليسيس لي ان فعلا في كوميونيكيشن مش مظبوط بيحصل منه. دي الموبايلات الصينيه. على فكره في نقطه برضو من ضمن الكلام الجميل اللي بيتقال عشان خاطر نطمن الناس، اللي هو الاعلام برضو بالطريقه المغلوطه، يعني بيقول لك والله لو التليفون بيسخن تعرف ان انت عندك سباي وير. مش فاهم ايه العلاقه بصراحه. يعني اقول لك التليفون لو سخن، طب لو سخن عالجه، لكن ما مش معنى كده انه عليه سباي وير يعني. طيب في نقطه مهمه، البشمهندس بيقول ان في موبايلات صيني بتيجي ويبقى عليها حاجه زي كده. انا اوقن بالكلام ده 100%. ليه بقى؟ لان انا تاني السنه اللي فاتت وانا بشرح الكلام ده قلت ان انا اشتغلت على درويد سمارت فازر اللي هو الانتي سباي وير اللي كنت عامله على موبايل من الصين كان سامسونج. وساعتها بقى مش اكتشفت برنامج يعني اي كلام، لا ده كان بايدو بيتصنت على الصينيين. فحته دي انا اصدقها يعني. ايه مش سامع؟ لا مش بنتكلم على اندرويد بس، احنا بنتكلم على كل السمارت فونز. يعني اكس نور دي انا ما طولتش في الويب سايت بتاعها، هي بينزل على الاي او اس وعلى الاندرويد وعلى البلاك بيري وعلى الويندوز فون. فالفندرز دي مش بس اندرويد، اي سمارت فون. على فكره فليكسي سباي ده كان شغال من ايام السيمبيان، يعني ما فيش حاجه عدتهم يعني. بس طبعا بيجيل بريك الاول. الميتيجيشن الوحيد ان انت تحط باسورد على الموبايل انت اخر واحد في العالم يعرفها، مفيش حد بعديك، انسى. وتحاول بقدر الامكان كل فتره تغيرها، بس اوعى تديها لاي حد. اوعى صدقني زي ما بحكي لك كده بالظبط، ما تديهاش لابنك او اي حد قريب منك جدا يعني. اوعى تعمل كده. طيب هو مفيش طريقه اشوف الهيدن سيرفيس اللي على الموبايل بتاعي؟ يعني اشوف البرامج اللي بترن في الباك جراوند. كانت على السيمبيان كان في طريقه زي كده، بقلب للتاسك مانجر واقدر اقفل اي برنامج مش انا مشغله. هو في كذا برنامج بيعمل حاجه زي كده، وانا لما اشتغلت في درويد سمارت فازر كان بيعمل حاجه زي كده، وكان بيجيب الحاجات اللي شغاله في الباك جراوند. على فكره كاسبريسكي معظم الناس دي موجوده عنده في الداتابيز. يعني كاسبريسكي انا مش عايز اعمل اعلان، بس هو فعلا معظم الناس دي موجوده عنده في الداتابيز فبيطلعهم على طول يعني. شكرا. لو سمحت لما حضرتك فتحت الاكس نور قلت لنا نكتب الايميلز وكده، بس انا الحقيقه لسه مش فاهم ازاي بيشتغل. يعني لما فتحت الاكس نور حضرتك قلت لنا نعمل ساين اب. الاكس نور وانس ان واحد دخل الايميل بتاعه في الساين اب على طول بيظهر عند حضرتك في المونيتور بالظبط. فتم ازاي يعني البروسيس السريعه كده؟ وانا بشرح الميثودولوجي بتاعتي قلت لحضرتك انا هقول هي الميديا سيرفر. هي وانا بشرح الحته بتاعت ان انا ازاي اوصل للاوثنتيكيشن هايجاكينج
انا شرحت حته الميديا سيرفر، بس الميديا سيرفر مش عند كل الناس. يعني هنا الناس تقول لك انا عملت ساين اب ولا حطيت عند فيكتيم ولا خدت منه اوديو، صح كده؟ هو موضوع متفاوت. تاني انا مش بتكلم على واحد بس، انا بتكلم اراوند 7 منهم بطرق مختلفه يعني، بس انا بحاول اقول الماجوريتي منهم شغال ازاي. لكن واحد زي الاكس نور مثلا، لا هو محتفظ بالداتابيز دي في مكان جميل يعني. يعني انا كل اللي انا عامله ان انا فاتح لينك مع الداتابيز بتاعته، كل ما حد بيساين اب بعرض الايميل بتاعه زي ما وريت لحضرتك. لكن تاني ده الماجوريتي بتاعهم بيشتغل بالاسلوب ده، لكن في منهم كمان الافقر من كده زي اكس نور اللي هو حاطط رقم تليفونه عشان يجسع الناس، وهو اصلا في الضياع يعني، هو اصلا مش موجود معانا يعني، هو سايب الدنيا مفتوحه. انا بس عايز اسال، في تراستد ابلكيشن بيعمل نت ستيت على الموبايل ممكن اعرف منه الاوبن كونكشنز واقدر اديتكت حاجه زي كده بكل سهوله يعني؟ لو في حاجه زي كده حضرتك ممكن تقول لنا عليها. في ابلكيشن بيعمل ايه؟ بيعمل نت ستيت زي الويندوز كده او اللينكس، بيجيب كل الاوبن كونكشن سواء استابليشد ولا. هو في نتورك مونيتور بيعمل كده، نتورك مونيتور بيعمل كده. بس خلي بالك ان الناس دي بتوصل لمرحله ان هو بيسمي نفسه مثلا ايه اندرويد او اس دوت سيرفيسز مثلا، تلاقي الباكج نيم كده، فانت تمام. ممكن يعني تخدعك الباكج نيم. لكن تاني علاج الكوميرشال سباي وير اصبح بسيط قوي. يعني معظم الانتي فايروس او اكبرهم يعني اللي انا قلت عليه من شويه ده، لا كلهم موجودين عنده في الداتابيز، لان خلاص هم حافظوا على السيجنتشر بتاعتهم بقت ثابته، الاي بي كي بتاعتهم موجوده على الويب سايتس، الانتي فايروس ما بيعملش مشكله خالص او ما بتعملش مجهود غير ان هو بيلم كل الاي بي كيز دي ويبدا يعمل عليها الستاتيك اناليسيس، ياخد السيجنتشر يحطها عنده في قاعده البيانات، فاصبح كلهم مكشوفين بالنسبه للانتي فايروس ابلكيشنز. بالنسبه للاكس نور دوت، هل ده سمارت فونز بس ولا لابتوبس وكده؟ بالنسبه له ماله؟ لابتوبس بس، سمارت فون ولا لابتوبس؟ ليه اعتقد حاطط حاجه بالنسبه لللابتوبس. في شركات منهم بتعمل سباي وير على الويندوز والماك، يعني في عامل سباي وير للموبايل وعامل كمان سباي وير للويندوز والماك بي سيز. طب هل في حاجه زي مثلا واير شارك كان ديستنيشن وسورس، لو في حاجه سورس خارجه انا اقدر اعرف ايه ان الكلام ده رايح للداتا معينه والاي بي دوت، فاقدر اعرف هو مين او اعرف الحاجه دي جايه رايحه منين؟ معلش مش سامع. اقدر اعرف ان مثلا زي واير شارك كان في مثلا في ديستنيشن وسورس والحاجات ديت، هل اقدر اعرف ان السورس بتاعتها رايحه فين واعرف ايه الابلكيشن اللي عندي بيعمل كده؟ تقدر توصل له يعني. موجود في امر واقع يعني دلوقتي، افتراضا ان الابلكيشن موجود عندي، في حاجه اعرف بيها؟ هتقدر توصل له من خلال واير شارك، هتقدر توصل له او تشوف اعرف هو مين الاي بي اللي بيعمل كده. ممكن ده دي بقى بسيطه يعني، بس زي ما بقول لك في الاسهل من كده خالص ان هم بقوا كلهم موجودين جوه الداتا بيس بتاعت الانتي فايروس يعني. ده يعني اللي هو كلهم بقوا موجودين. هو تاني هم مسلمين نفسهم خالص يعني، زي ما بقول لك ببساطه الانتي فايروس هيعمل ايه او الشركات هتعمل ايه، هيبدا ياخد كل الاي بي كيز الموجوده دي ويداونلود، لانه بيحط معظمهم بيحط فري ترايل يومين ثلاثه، فبيسلم السلاح بتاعه يعني، فهياخد كل الاسلحه دي ويبدا يعمل لها اناليسز ويبدا يحطها في الداتابيز بتاعته. ف هي بس المشكله ان احنا الناس بتكسل تنزل انتي فايروس، في ناس بتكسل وفي واحد يقول لك يا عم ده بيتقل الموبايل، وترجع بقى ايه لو الموبايل سخن ولا مش سخن والكلام ده. طيب باشمهندس مصطفى، ميرسي جدا البرزنتيشن لحضرتك دي. سؤال مش هيخرج كتير عن الاسئله اللي قبليها، وهو اكشلي حصل لي لسه من اسبوعين ثلاثه قاعده مع اصدقاء بيلمس تاتشنج من اللي انت بتقوله في البرزنتيشن. واحده شاكه ان جوزها بينزل على الموبايل بيتجسس عليها، او طبعا معرفه ان حد شغال في انفورميشن سكيورتي، ديني الموبايل بتقول لي اتاكد لي الموبايل ده مش معمول عليه اي كراك ولا كومبرومايز. فطبعا يعني كسكيورتي ادفايس اول حاجه الفولو ستيبس الريسيت الموبايل ستيول انتي فايروس ابلكيشن الكلام ده كله. بس هل از سبيشاليست بقى حضرتك في حاجه ممكن اعرف بيها كرنتلي الموبايل هل هو فعلا كومبرومايزد ولا لا؟ بتكون طريقه اسهل اكيد مش واير شارك وامون ترافيك والكلام ده. فلو في حاجه في حاجه بسيطه جدا. طبعا الناس دي بتاخد كميه ترافيك غير طبيعيه زي ما انت شايف كده، مكالمات ومش عارف ايه بطريقه بسيطه جدا على الاندرويد فونز. حضرتك لو دخلت على النتورك ستاتستكس بتاعتك، تفتح النتورك ستاتستكس من السيتنجز، هتخش تلاقي ان ده واخد في ابلكيشن غريب جدا بقى نمبر 1
في ال بيكونسيوم للترافيك انترنت بتاعتك او للباقه بتاعتك يعني. فمجرد بس انك تفتح النتورك يوزج من السيتنجز هتلاقي طبعا السوشيال ميديا ابلكيشنز ظاهرين، فيسبوك وواتساب، ولو انت منزلهم على التليفون هتلاقي في حد قبليهم بقى، يعني هتلاقي في باكج غريبه جدا كده موجوده قبليهم وبتكونسيوم رقم عظيم جدا او رقم كبير جدا. فدي اللي هو التشيك تيست السريع يعني. سيب ابليكابل على الاي او اس اكيد، اعتقد الاوبشن دي موجوده على الاي او اس. سي جدا. عفوا. انا عندي بس سؤال هنا. انا بس ما فهمتش حته الهاي جاكينج للديتابيس، يعني ازاي عرفت تجيب الاكسس؟ انا ما قلتش هاي جاكينج للديتابيس، انا قلت اوثنتيكيشن هاي جاكينج. اوثنتيكيشن هاي جاكينج لايه؟ يعني اوثنتيكيشن هاي جاكينج ليه؟ ان انا اكون اوثنتيكيتد بالنسبه للسيرفرز دي، ان انا اتكلم معاه يبدا يرد عليا بيانات. بالظبط. طيب انا ما فهمتش الحته دي حصلت ازاي الحته دي، وانا برضو مش عايز يعني ايه. حضرتك مش شرحتهاش يعني. لا يعني بص، هو في كام حته كده انا يعني لسه برضو بخليهم هيدن، لان انا بص احنا مش كلنا زي بعض، فانا شرحت المبدا العام ومش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده، لان برضو يعني انا عارف الناس شاطره هنا طبعا، فهخش في تفاصيل زياده فممكن يقع في حد مش هيجي هنا بقى. يعني انا باجي هنا يعني في حد تاني مش هيجي هنا خالص. تمام. فياخد الكلام ده وتبقى كارثه. شكرا. From a legal standpoint، ايه موقف القانون من الفيندرز دول؟ بص يعني اعتقد في حاجه زي الهند مثلا اللي هي رقم واحد، يعني المفروض عندها قانون قاتل في الموضوع ده وبيحاسبوا الناس بطريقه عسيره، يعني نفس كلام امريكا. اعتقد مصر في اطار ان هي تعمل حاجه زي، اعتقد يعني انا سمعت ان في قانون هيتطبق في قريب يخص حاجه زي كده يعني. لكن المفروض يعني ادام انت معاك الايفيدنس ده فلا، المفروض الراجل ده يحاكم يعني. اصل انا شفت في الويب سايت اكسنور بيستعملوا كلمه كده يقول لك بارنتال كنترول، فممكن تبقى ذريعه ان هم يعني يتملصوا من القانون يعني. بص هي دي فيها نقطه مهمه جدا، لو انت هتحط ده مثلا for your children مثلا عشان خاطر تتابعهم، ف يعني ايه اللي يخليك تعمله هايدنج؟ فاهم قصدي؟ يعني انت عايز تشوف ولادك وتطمن عليهم وتعرف اماكنهم، ليه تحط الابلكيشن هايدنج بالنسبه لهم؟ طب ما تخليه مفتوح والولد يبقى عارف ان انت بتتابعه يعني عشان خايف عليه، لكن الاستخدام غير كده تماما يعني. خلي بالك ان الشركات دي على فكره في واقعه في 2014 15 في شركه منهم الاف بي اي خدوها ودفع $500,000 واتسجن وقصه كده كبيره يعني. فلا يعني هما بيلحقوهم، وزي ما انت شفت مثلا كاسبريسكي وجوجل على فكره كل كوارتر بيتكلم على نفس الموضوع. هي مشكله كبيره الناس عايزه تمسك. وخلي بالك في نقطه كمان مهمه جدا، الويب سايتس دي هتلاقيها على طول حاطط ارقام امريكاني، يعني الرقم الكاستمر سيرفيس امريكاني، لكن في الواقع لا، هو مش في امريكا اصلا، زي ما قلت لك معظمهم في جنوب شرق اسيا، في تايلاند وفلبين والهند طبعا رقم واحد يعني. انا بس هستاذنكم بس ده اخر كويستشن عشان احنا قلنا 33 سؤال ونص، فده النص الاخراني بعد اذنك. في طريقه ثانيه عشان واحد يقدر يتراك برامج تطلع النت وكده من اندرويد؟ في ممكن ينزل ابلكيشن بتاع فايرول يعمل في بي ان، واي ابلكيشن عايز يطلع انترنت بيعدي الفي بي ان دي، بيطلع لك لوج مين اي ابلكيشن بيفتح على اي بي باني بور. تمام. هو نتورك مونيتور بيعمل كده من غير في بي ان، يعني نتورك مونيتور هيعمل كده ويقول لحضرتك مين بيطلع فين على اني اي بي باللوكيشن، يعني يقول لحضرتك الباكجز في ابلكيشن اسمه نتورك مونيتور ده موجود، ومش شرط يكون الموبايل روتد يعني. مش من غير روت. انا بقول لحضرتك مش شرط، هتنزل نتورك مونيتور هيقول لحضرتك الباكج نيم بتاخد قد ايه. لا مش حضرتك تاخد قد ايه، بيدي الاي بي فين بتوصل لحد فين، اني بورت باللوكيشن كمان، بتفتح على جوجل ما بيقول لك السيرفر ده فين. تمام. دي موجوده. اوكي، شاكر جدا واتمنى اكون فدت حضراتكم. شكرا.